ونحن في هذا المجلس المبارك نعيش صراعا بين أجيال، جيل تربينا فيه، جيل تربينا فيه ومعه آباؤنا الآن وأجدادنا، كان فيه إن صح أن نقول التحديات فيه كانت صغيرة وكان الحرمان فيه كبير، وكان فيه نوعا من القسوة، وكان فيه نوع من الجفاء، وكان فيه نوع من الحزم والصرامة في التربية. فخرج لنا جيل يتحمل المسؤولية، خرج لنا جيل يتحمل المسؤولية، خرج لنا جيل تلقاه باللي راجل ما شاء الله، لكن ربما عنده كسر في جانب العاطفي، عنده كبت في جوانبه العاطفية، كثير من المشاعر لم يعبر عنها. ثم يقابله جيل آخر، الآن نعيش جيل من الدلال، نعيش جيل الآن من التحديات فيه كبيرة والمربون فيه قلة. جيل سبقنا كان فيه المربي هو الأب والأم والجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة وبائع المواد الغذائية، بل حتى السكير، احنا في الحي تاعنا كان عندنا سكير، كان سكرجي عليه رحمة الله، ربي يرحمه، عليه رحمة الله، كان له دور في الحي، أنه هو إذا دخل، إذا كنا نلعبوا بالحفان هربوا ونجروا، إذا هو فرضا فات الوقت تاع قبل المغرب أو بعد المغرب فأنا هربوا ونجريوا. تصوروا يعني دور كل واحد من هؤلاء المربون في حياتنا. ثم نأتي إلى جيل أصبنا فيه بفيروس غربي اسمه فيروس الفردانية، أين أصبح الفرد يستقل بذاته، أين أصبح الجار يستمتع أو يتبجح أو يتفاخر بتلك المقولة، عندي 10 سنين 5 سنين وأنا ساكن هنا ما نعرف حتى واحد، سلام ما نقولهاش، الله يبارك، هذا كما القول. ولذلك نحتاج إلى مراجعة هذه الأمور، وكأننا نقوم بمناظرة الآن، نقوم بمناظرة، نحكم واحد من الجيل القديم واحد من الجيل الجديد وندير لهم مناظرة، ويقول لكم احنا 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 تربينا بالبليغة، جيل تربينا فيه الضرب يعف من الضرب، الراجل ما يبكيش، هذه الأمور التي تربينا فيها. ثم نأتي إلى جيل قد فتحت فيه الأمور مع هذه الإمكانيات والتطورات التي نعيشها في المجتمع، فكيف نربي أبناءنا؟ قد يأتي واحد يقول كان لحب نربي ولادي كي ما رباني بابا، قدرت ما قدرت ما قدرت ما قدرت نربيهم بالطريقة التي تربيت بها، فكيف نربي أبناءنا؟ وهنا نعود إلى الكنز الثمين الذي بين أيدينا، الكنز الثمين الذي ضيعناه ولم نعطي له قيمة، وللأسف الشديد الغرب أصبحوا يعني يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد المستشرقين على البشرية جمعاء، على البشرية جمعاء عليها أن تفتخر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء من البشر، كان من البشر، يعني على البشرية يفرحوا بلي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، لو كان مالك ما لازم نفتخر أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر. فالسيرة النبوية، ما معنى السيرة النبوية؟ السيرة النبوية هي ذلك التطبيق العملي للكتاب والسنة، التطبيق العملي للكتاب والسنة. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت، قيل لها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أو تقرأ القرآن، قال نعم، قال كان خلقه القرآن، يعني هذا القرآن الذي نقرأه ونسمعه كان خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة في جميع المجالات. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن راهبا في صومعته، فمجال السيرة كان في جميع مجالات الحياة. إذا دخلنا إلى الجانب الإيماني نجده من أعبد الناس، وإذا دخلنا إلى بيته نجده من أحسن الأزواج، ونجده من أحسن الآباء، ونجده من أحسن الجيران، ونجده من أحسن التجار الذي كان وفيا ويظهر العيب، ونجده حتى في المجال العسكري نجده من أفضل القادة،
ونجده أيضا حتى إذا كان حمي الوطيس يحتمون خلف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة، مما جعل للسيرة النبوية خاصية أخرى، وهي خاصية المصداقية. المصداقية، أن يكون الإنسان عنده المصداقية، وهذا الذي يفتقده زعماء العالم. تلقاه الآن تدخل وبعد يجب له ملف تحرش جنسي، كنا هذا عنده تحرش جنسي مع فلان أو فلانة، مع طفل صغير. نروح إلى غاندي، كان يكره السود وكان يكره النساء. نذهب إلى أفلاطون، إلى أرسطو، إلى نيوتن، إلى أينشتاين، إلى غير ذلك من هؤلاء الرموز في الحياة في التاريخ، ونجد لهم لهفوات في حياتهم. لكن إذا دخلنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فادخل ولا تخف، ابحث ولا تخف. ولذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت واضحة في جميع مجالات الحياة. لو سألنا أي واحد فينا ما اسم زوجتك، لأقام الدنيا ولم يقعدها. كيفاش جبد لي المرأة؟ بل كن لما كنا صغارا إذا حبينا نعير واحد نقول له أسم إماه أو أسم أخته، هذا أمر كان كنا نعظمه، هذا الشيء اللي تربينا عليه. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واضحا في حياته، وقد فتح لنا جميع مجالات حياته. جميع مجالات الحياة تاع النبي صلى الله عليه وسلم فتحها لنا في أدق التفاصيل. تصف لنا عائشة رضي الله عنها كيف كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الدقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق إخوتي في الله، ستكون لنا في هذه في هذا المجلس المبارك لمسات تربوية من السيرة النبوية. أول لمسة وأول قاعدة وأول مبدأ، وهو مبدأ ضروري، إن لم يكن لك هذا المبدأ في حياتك الأسرية وحياتك التربوية، أقول لك أن جميع المبادئ ستسقط. كما الحجر تاع الدومين، شت الحجر تاع الدومين كي تضرب الأولانية يطيحوا كاع، فإذا لم تكن هكذا خلاص يروحوا كاع، هذا هو الأولاني فيهم. هذه أخطر لغة، أخطر لغة تؤثر في أبنائنا، أخطر لغة تؤثر في أبنائنا، وهي أفعالنا. أن تكون قدوة لأبنائك، فالقدوة هي لغة أكثر تؤثر في النفوس أكثر من الكلام. لما قتل قابيل هابيل، الله عز وجل ماذا فعل؟ بعث لهم غراب، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. الغراب هضر معاه، ما هضرش معاه. الغراب جاء مات، حفر الأخر، دفن خوه الغراب وراح لحقت له الرسالة، فهمها قدوة عادي، فعل فهمت منه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما قالهم لما هم بالرجوع إلى المدينة، الصحابة شغل تأثروا، كانوا قراب مكة قريبة خلاص، فقالهم تحللوا روحوا خلاص حلقوا لبسوا حوايجكم. قال لهم لم يمتثلوا إلى قوله. فلما دخل إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها، قالت له يا رسول الله تحلق أنت وتحلل ثم سيتبعك الصحابة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حلق النبي صلى الله عليه وسلم والبس وخرج ما هضرش معاهم. فدبأ الصحابة يتحللون واحدا تلو الآخر. فأول صورة من هذه الصور أن تكون قدوة لأبنائك، وهو صلاحك، صلاحك أن تكون صالحا مع ذاتك، أن تكون صالحا في علاقتك مع ربك. ما أنت ما تتكلم حتى كلمة، فقط كن صالحا، فقط كن لك علاقة طيبة مع ربك، وهذا الأمر سيؤثر في أبنائك. ولذلك يقولون علماء التربية وعلماء النفس أن 80% أو أن 80% من التربية تكون عن طريق المحاكاة. فالأطفال يتأثرون بأبصارهم أكثر من تأثرهم بأذانهم.
ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقمت فتوضأت نحو وضوئه وقمت عن يساره فحولني عن يميني. الآن ابن عباس طفل غلام صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ما نوضوش وما قالوش نوض، النبي صلى الله عليه وسلم فقط قام يصلي، فهو أثر فيه وقام ليصلي. وتعلمنا مسألة فقهية، وشنو هي المسألة الفقهية؟ أنه إذا أنت كنت راح تصلي جماعة زوج فقط، فأنت تقف على يمين الإمام لا عن يساره. ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت ابني يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال: ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته منك يا أبي، سمعته منك يا أبي. فقال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتركها. يوم قالش لوليدو، ما قالش لوليدو قال له قول هذا الكلام، لا لا، هو سمع يعني مرات متعددة، وهو يسمع أباه يعاود الكلام هذا، يعاود الكلام. فمرة سمع وليده قال: وش راك تقول؟ قال له: لا لا، نسمعتك أنت تقول هذه. وهذا هو الجانب اللي كي ندخلوا للبيوت ونختلفوا اختلاف الألفاظ، نلقاو أنه كاين دار عادي يقولوا أكرمكم الله، يعني باب يعني الواقعية فقط، قال نلقاو دار بلي يقولوا حمار، عندهم عادي حمار حمار حمار، كاع الحيوانات عندهم غير الماشي ملح، ماشي ما كانش غزال وسباع، هادو ما كانش، كاين غير الحمار كلب وحلوف وغير ذلك. فقال هادو ما يقولهم عادي، وتلقى أسرة لو كان يقولوا غلق فمك يعيطوا لخالهم من فرنسا ويجي ويديروا اجتماع، وقال: يا ودي قال غلق فمك، حنا ما نظناش عليها. وراه الفارق في هذا الأمر، الوالدين أسلوب الكلام الآن مع أبنائك. ولذلك الآن في بعض الأحيان نروحوا عند الضياف وبعد وليدك يقول كلمة، وبعد انت تجي لا لا ضربوا في الدار ماشي هنا، هذا باش قالها يقولها في الدار، هذا يقولها في الدار. فنحتاج إلى تلك التربية. فصلاح الوالدين يؤثر في صلاح الأبناء، ولذلك كان السلف يقول: إني لأستكثر من الصلاة لصلاح أولادي. ولذلك انظروا إلى فضل الصلاح، صلاح الوالدين، كما في قصة سورة الكهف، قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. دخلوا القرية، لم يستضيفوا تلك القرية، فالخاضر الآن مع موسى، الخاضر بدأ يبني في الصور، بدأ يبني في الجدار، قال له: يا كيف الآن هذو ما وكلونا ما استضفونا وزيد نبنيوا لهم الصور. أما الجدار الآن الخاضر وش خدم؟ خدم ماصون، بدأ يبني مانوفر، عاوني تشوف، جبت الحجر دير، وش أنا نديرو؟ أبوه ما نعرفوه ما نعرفوش، شكي تكون صالح؟ ربي يسخر لك أنبياء، يسخر لك أولياء صالحين يقدروا يخدموك وانت ما على بالكش، روح روح روح، ربي سهل. انت الآن تجري في نفع الناس وفي فعل الخير وغير ذلك، وانت راك خدام، تلقى الآن بنتك كاين شكون يعاونك فيها، وليدك كاين شكون يعاونك، حتى وكان تموت تلقى الآن ولادك الله يبارك كاين ناس نعرفوهم ماتوا ولادهم حفظوا القرآن وسجاود أكثر من الناس اللي والديهم محيين. تتقول منين؟ صلاح الوالد، صلاح ذلك الوالد. وهنا واحد اللطيفة حضرتني قبل أمس، قلت: سبحان الله، وش خلى لهم هذا الأب؟ أبوهما صالحة، وش خلى لهم؟ نسيت ما جبتش معي الحلوة، مضاني الحلوة تمشي وشوية. وش خلى لهم؟ كنز، خلى لهم كنز، تما دار لهم التاويل، إيه دار لهم التاويل، بصح دار لهم زوج تاويلات، تاويل تاع الآخرة وتاويل تاع الدنيا. إذا ماشي مشكل دي تخلي التاويل، حنا مشكلتنا نترك لأبنائنا لا في أبنائنا، هذه الأولوية تاعنا، اترك في أبنائك لا لأبنائك. الهم تاعنا الكبير أنه نخليو لهم ماشي نخليو فيهم، وما أجمل أن تترك فيهم وأن تترك لهم. ربي يفتح عليك وخدمت ودرت درهم وخليت الحوانت، بصح خليت معهم الصالح، لكن كونك أنه أنت تتعب وتدير 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 بصح ما خليت لهمش مبادئ، ما خليت لهمش تربية، ما خليت لهمش دين. النهار وهذه جنازات حضرناها وقصص نعرفها وعايشناها ودخلنا في الصلح فيما بينهم، أنه في نهار الجنازة بدأوا يتضربوا،
يضربوا بالسيوفه والسبان والكفريات على واش على الحانوت. حانوت اللي مليها انا نديه وانت والدراهم تاع بابا خلى لا لا ولا غير ما خلى ولا غير خلى في الكونت والسرقات والضرب. علاش؟ لانه ترك لهم ولم يترك فيهم. فلذلك الانسان وانا نصيحه للاباء ما تحرقش كما يقولوا احنا باللغه تاع العجايز، ما تحرقش قبرك على جال ولادك. كثير من الاباء الان يشد رشوه، علاش يشد رشوه؟ وليدي حيتزوج. تما انت شديت رشوه على جال وليدك. ها كثير من الاباء يقدر يسرق، علاش؟ حبيت نشري سياره للولد. كثير من الاباء يدير امور تاع حرام ويدير قروض ربويه ويدخل في الربا ويخنق روحه ويخدم اربع خدمات على جال ولاده، ومن بعد مع الاخر غير يموت يديروا الفريضه يقسموه وينساوه. وغادي يوم القيامه يجي وش يلقى؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا تلعبت لي وانا تمرمت، مرت القواط لا طونسيون تفرطاس اربع خدمات باش نشري له تيليفون، قال لي لازم تشري لي تيليفون كبير. دير واش راني قادر، مانيش مطالب انا باش نعمل، مطالب بالحدود التي املكها، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويختلف الوسع من واحد الى اخر. الامر الثاني ان تكون قدوة في التعامل مع من؟ مع زوجتك. لما نقول زوجة في الاسرة واش تولي هي؟ ايضا هي ام. اذا كاين واحد الاشتراك، معناتها انت تزوجت المرحلة الاولى واش عشت؟ عشت زوجة، عشت عام. عامين يا سيدي، وبعد ربي رزقك دراري. عامين وانت عايش مع الزوجة ديالك. لكن ما تنساش واحد الحاجة، كي يولوا عندك دراري هذه ماشي زوجة فقط، هذه زوجة وأم. ولذلك نديروا صورة، فرضا لو كان أنا زعما لو كان فرضا قال الأب ديالك يضرب الزوجة ديالو، واش ضرب لك؟ يماك. ولذلك الآن يقدر في عالق في بعض أذهان الكثير من الناس، يقول لك ما نساش بابا كان يجي وكان يضرب يما بلا ما دارت له والو، قعد في قلبه حرقة. ولذلك كثير من الآباء يتوقف غير كي يكبروا الأبناء، غير يكبر يبدا يعرض، نهار الاولاني اللي يجي يضرب يقول لها يا خلاص حبس، ومن بعد يقول لها ولادك دورتي عليا ولادك، ومن بعد يتوقف يتوب. هو يتوبوه ماشي يتوب يعني. فالشاهد هذه المواقف، هذه الواقعيه التي نعيشها. ولذلك اجمل هديه تقدمها لابنائك، اجمل هدوء تقدمه لبيتك، ان تكون او ان تحسن التعامل مع أم أولادك، أن تحسن التعامل مع أم أولادك. والنصيحة أيضا للنساء أن تحسني التعامل أيضا مع أبي أولادك. نخليو القدر هذا تاع الأب. كي كانت المرأة بكري تقول لك وجا مولا بيتي، دوك الآن رانا نربي البناء الأسرة أصبح يبنى على مؤسسة شراكة، قال لك شريك الحياة، وهذه شريك الحياة نقسموا نص نص 50-50%. صافي مولا بيتي معناتها دالي الدار، صافي راحت مولا بيتي، بكري كانت مولا بيتي، دوكا ما كاش مولا بيتي. فهذه المنافسة والحياة الزوجية تبنى على التكامل لا على التنافس. ولذلك أجمل هدية يقدمها الإنسان في تربية أبنائه وهي الرحمة والإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لهذه. ننديهم هادو ما مشيت هدايا هذا. وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولذلك يقولون علماء التربية أن الإنسان إذا صرخ وضرب يعني أمام أبنائه تفقد أكثر من 30 قيمة تربوية. كيفاش قيمة تربوية؟ خلاص أنت الآن كل يوم تجي تدي ولادك للمدرسة وتدير لهم سيدي، ولا تبدأ تهضر ربي وداور لا داور قرا باش تنجح، والعدل وما تحقرش ماشي مليح الحقره، والتسامح مليح، خلاص هما محافظين وسيدي. الدراري كاع يقول لك انا حافظين وسيدي، انا على بالي كاع واش راح تقول. خلاص. ومن بعد هذا الكلام كاع كله، ومن بعد يدخل للدار تلقى الضرب والعياط، تفقد جميع التسامح. وعلاش ما سامحتش؟ العفو، وعلاش ما سمحت لهاش؟ الظلم، وعلاش راك تحقر؟ الان هم يشوفوا البراتيك تخالف النظري، وهذا هو المشكل الذي نعيشه في تربية أبنائنا. أيضا أن تكون قدوة في التعامل مع لأبنائك في التعامل مع والديك،
الناس اللي ربي يكرمهم، وهذا من كرم الله عليكم، أنه أبواب الجنة ما زالها مفتوحة. اللي والديهم ما زالهم حيين، الآباء اللي والديهم ما زالهم حيين، آباء معناتها عنده ابن خلاص. لو كان ندير واحد المثال، واحد الصورة، ما هي هذه الصورة؟ أنه الآن واحد، الآن الناس الآباء اللي جابوا معهم أولادهم، جاء معه وليده. لو كان فرضا أنا نطلب يعني كيما يقولك طلب، نقول لهم جميع الأبناء يجوا منايا، جميع الأبناء يجوا هنايا، وش راح تكون راح يجي؟ راح يجي الأب مع وليده، بارك الله فيك، هذه ما فيهاش تشيكولا اسمح لي. راح يجي هو مع وليده. فأتصور بلي وانت أك وقف مع وليدك في الكاري تاع الأبناء، ومن بعد تقول له، يقول لك واش راك دير هنا؟ تقول له ما تبيعش، أنا إبل، تبيعش أنا كانت إبل، بصح أنا على بالي أنت باب. لا لا أنا بابك وإبل، دو زونا. إذن راح نجوزو دوك في الكوميسيون تاع الأبناء. أروح، السلام عليكم، تفضل. المعايير نبداو نسقسيو، أنت إلا نجحت ينجح وليدك، إلا ما نجحتش وليدك يفشل يخسر، يقول لك خلاص أنت الآن عمليا لم تنجح في تربية أبنائك. ولذلك الآن عندك فرصة، عندنا فرصة كبيرة الآن في أننا نؤصل مبادئ وروح البر في أبنائنا بالجوانب العملية. ولذلك الآن كثير من الآباء يقول لك نشفى، أنا نشفى بابا، كان جدي كان يغسل له، كان يدير له كذا. هذوك اللقطات اللي أنت ما كنتش تهضر فيهم، هذوك اللقطات اللي كان وليدك 6 5 سنين قاعد يشوف، أنت تقول ما فاهم والو، هو راهو فاهم، هو راهو يونجيستري ويخزن. منساش. ومن بعد لما انت تكبر تلقى هذاك الجميل، فهو دين يقضيه الانسان في حياته. ولا انسى تلك القصه التي قراتها قديما، وقبل قليل كنت نسمع في واحد القصه تشابهها، اظن نحكي لكم القصه التي سمعتها. فيحكي هذا، قال كنت قريت عند واحد الشيخ لسنوات، الان ما شفتوش، فرحت نزوره في قريته، بعد 40 سنه راح يزور الشيخ ديالو. فلما راح للشيخ ديالو قال لك وانا جالس في المسجد سمعنا صخبا كبيرا. خرج هو والشيخ، يعني هذاك الاستاذ كبير في السن، فخرج هو يجري، لقى الناس ضايرين، ولقى واحد الشاب عافس فوق الوجه تاع باباه، فوق الوجه تاع واحد شيخ كبير امام مجاري مياهيه. فقال عافس والناس يسلكوا فيهم وكذا، هو عافس له على وجهه. فلما يعني انفصل الامور وارتاحت الامور وذلك الشيخ ملقا في الارض، جاء يعني وصل الاستاذ، وصل ذلك الاستاذ الكبير، يعني ذلك الشيخ الكبير الحق. فلما الحق وقف على راس ذلك الشيخ، قال والله اذكر فعلك بابيك قبل 40 سنه. قبل 40 سنه والله غراني شافي في هذا المكان كنت يعفست على وجه تاع بابك، فكما تدين تدان. ولذلك الآباء خلونا من الحكاية تاع الدالة، خلونا بدالتي دالتك وبابا ويما ماشي دالتي، وقت تلعب انت وقت تهضر في الدار قدام ولادك وتبدا تعيط انت مع المرأة ديالك، تقول انا دالتي انا الخميس، انا الخميس عندي ماتش مع صحابي وحيجيبوا لي بابا، تسمى انا ما نلعبش دوك انا ويجيبوه لي غير انايا، وانت تعيط ودير وانت ما على بالكش بلي كاين دراريم يسجلوا. ماشي مشكل، كي تجي دالتك وليد كانت حيجيه ماتش بالخميس ويقول لهم انا ماشي دالتي، تقول علاش وانا تلعب ماتش وانا باباك؟ لا انت كانت كنت تلعب ماتش. ولذلك نحتاج الامر الى ان نستثمر تربويا في ابنائنا، ايضا ان نكون قدوه في التعامل لابنائنا، في التعامل مع ارحامنا. الارحام، وما ادراكم ما الارحام؟ قيمه الارحام، قيمه الاعمام والاخبال الاخوال اصبحت تهدم من الاسره. داخل الاسره اصبحنا نهدم هذه القيمه. كيف نهدمها؟ كيف بذلك العم وذلك الخال وتلك الخالة وذلك العم تلك العمة؟ أنك وانت جالس الآن مع زوجتك وأبنائك في مائدة الطعام وتتكلم عن أخيك، لما تهضر على أخوك بسوء، علي منك تهضر على عمه وهو راه يسجل، تسمى عمي عامل هكذا، تسمى عمي دار هكذا البابا، تسمى عمي تسمى عمي تسمى عمي. ومن بعد غدوة غير غدوة يجي عمه يقول يا ولد اروح اشري لي ما اشري لكش، ويهرب يجري. ثم يتقرب للوالدين بهذا التمرد، يقول له بعثني عمي رحت ما اعطيك صحه وليدي.
حتى أصبحنا نورث العداوة. نورثوا العداوة نورثوا.